السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير ميريندينا كتجي رائعة، اقتصادية وسهلة في التحضير، حسن ما أنكم تشريف الجاهزة. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونوا في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بلي لايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا عندي هنايا 4 ديال البيضات بحرارة الغرفة، كيس من السكر فانيلا، كيس من البيكين باودر، كأس صغير او كاس الا ربع من كؤوس العنبه ديال الزيت، نفس العبار غادي يكون ديال السكر وديال الدقيق. فعلى بركه الله نوضع البيض، غادي نوضع سكر فانيلا، وسكر سنيدا، غادي نطلع الكل جيدا بالطراب الكهربائي ونعاود نطلقها. باش يفهم بعد ما طربت البيض غادي نضيف الزيت، غادي نضيف البيكنج باودر، وغادي نعاود نطرب، غادي نضيف الدقيق، وكنحركو من الاسفل الاعلى باش ما يهبطناش البيض. على هذا الشكل، هذا دابا غادي نكبها في الطبسيل اللي كيدخل الفرن. اخواتي دابا وضعتها في الطبسيل وغادي ندوزو باش غادي نحضروا الصلصه اللي غادي نديرو في الوسط. اخواتي فهم بعد ما طابت لاجينواز ديالنا كنحيدو الكاريت، دابا كنقسمها على جوج، هذا بالنسبة للكريمة. فأنا خديت نصف كأس من الحليب وغادي ندوب فيه الشوكولا السوداء. أخواتي هنا يفهم بعد ما صوبنا الشوكولات غادي ندوب هكا،
على هذا الشكل هذا. دابا كنجيب هذا النصف الاخر وكنديرو فوقه. من بعد ما وضع الطرف الاخر عليها دابا غادي نقسمه. على هذا الشكل هذا اخواتي. فضربت هنايا قليل من الشوكولا، غادي نغطس فيها على هذا الشكل هذا. وغادي ننزلها فوق شي كاغيط. اخواتي دابا غادي نخليهم حتى كيبردوا جيدا، وعاد كتقدموهم للاطفال ديالكم بالصحه والراحه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش تصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.